السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ اخباركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم واحد كما نقول ناكلها في غوتي ولا ناكلها في العشاء خفيفه، هي واحد اومليت ديال البيض. كنحتاجوا ليها ستة البيضات على حسب المستطاع، كل واحد على حسب الاسره. انا عندي ستة البيضات، عندي هنا واحد البصله مشلضه، عندي قزبر معدنوس، واحد التويمه هنا، اربعه التومات، زار، خرقوم، عندي قمة مخلطة، كمون، مليحة. المهم غنديرو لكم ملي نكون دون ندير في المقادير، غادي كل واحد يقول على حيدة. وهذا تحميرة، أولا كنشدو هاد القمة هادي، بعدا نديرو التحميرة. بسم الله، نديرو التحميرة، ملحة، كمون، كمون سميتو البيض كيبغي الكمون، ديرو الكمون تا هو، سكينجبير، خرقوم، عرق، القمل مخلطة، والبزار. كنشدو هاد العناصر هادي، كنخويو عليها شوية زيت باش نحركوها. كتجي زوينة و كتجي لذيذة. حكو التومة، بغيتو تحكوها بغيتو تقطعوها طريفات صغيرة، أنا كنبغي نحكها. كتعطي واحد النسمة زوينة في هاد الأومليت التومة، كتعطي واحد اللذة زوينة ورائعة. غير نحكو التوم بهاد الطريقة هادي، صافي. ندير قزم معدنوس والبصيلة اللي عندنا، البصلة تكون موية، نحرك هادشي مزيان. سهله، ماشي كتطلب شي حاجه كثيره، وكديرها في العشاء ديالك ولا في غوتي. صافي، غنشدو البيض. بسم الله، حركوا هذا بعدا. عطيت نسمة ديال البصلة وديال التومة وديال القزبر معدنوس والقمة، هي دابا كتعطيني واحد الريحة زوينة، واحد الريحة فنة. زيدو على حسب واحد، على حسب تبغي دير ربعة، بغيت ثلاثة، بغيت شي مشكل. حركها مزيان، كنديرو الزيت ديالنا تسخن، كنوفيو شويه الزيت وكنديروها خليها تسخن مزيان. كتجي خبيزه زوينه. دابا غندوزو باش نتشعلو على القله ديالنا. تسخن، درنا معاها الزيت وشويه زيت العود وخلطة زيت المائده وزيت الجلديه، خليهم حتى يسخنوا مزيان. عاد نخوي البيض ديالنا، غنخوي البيض ديالنا، على الطريقة هذه نعمرو الجوانب. نحطو على الطريقة هادي، حتى كنسرحو فيها تصد.
جديده وزوينه. وتقلبوها تاخذوا هاد الشي معلقه تكون كبيره، جوج معالق هاد الشي نقلبوها. اذا بغيتي تقلبوها ديروا شي طبسيل كبير ولا شي حاجه باش ما تحرقوش، هذيك تشدوها وتخلوها تقلبوها. ولا بغيتي تقلبوها بمعلقه انا غنديرها نقلبها بمعلقه، حيت هادشي اللي كندير انا ديما. نتمنى تقادي قدامكم واحد ثاني نحسوا بها هي طابت، غنبقاو نحاولوا عليها باش نقلبوها. كما قلت لكم اللي لا بغيتي ديريها في شي طبسيل كبير وتقلبيها ماشي مشكل، انا نقلبها هكا هكا بحال هكا صافي. كما قلت لكم اللي خاف لا يتحرق شي حاجه يقلبها، يدير في شي طبسيل يحيدها من فوق البوطه ويديرها في شي طبسيل ويقلبها بالزربه ويديرها هنا صافي، ساهله كتجي محمره وزوينه صافي. نخليوها طيب على هاد الوجه الاخر ونقدموها ان شاء الله. واخا كتشوفوا ان زعما راه فيها الزيت، راه ما فيهاش الزيت بزاف. الاوبليت ديالنا هي طابت، طبعا نطفيو عليها تبرد لينا ونقدموها ان شاء الله. ها هو الفايت ديالنا، الاوبليت ديالنا هي طابت، كتجي زوينه كتشهي. ها هي كنا مع واحد شويه تاع الزيتون، هذا ديال الدار حتى هو هذا شلها، نقاسم معكم من يكون الزيتون ان شاء الله، نقاسم معكم كيفاش كنرقدوه. وخبيز تا هو تاع الدار ها هو كيجي تا هو زوين، نقاسم معكم هذا الخبز تاع الدار، ما فيه حتى شي ما فيه لا سكر لا والو، كيجي زوين. وكنتمنى لكم هذه الاكله تعجبكم، والى اللقاء وبسلامه.